مشيت باش ناخذها من السبيطار مدير السبيطار قال لي هزوها. شكون هزها؟ قال لي هزوها. بلا شكون هزوها؟ القصاص 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 صورها معايا التصوير. موضوع توا في سياق اللي كان تحكي فيهم سعيد، موضوع اختفاء الرصاصات يعني مش الحالة الوحيدة المنعزلة، فما حالات أخرى كما حالة الرصاصة اللي أصابت رشيد العربي الجريح اللي توا بارابليجيك ومشلول. يعني شنو التفسير ولا شنو السر وراء اختفاء الرصاصات؟ صدقني بالعشرات بالعشرات الشهداء اللي سقطوا، والتو الجواب على سؤالنا من قتله كيف قتل ما هي نوعية الرصاصة وهوية مطلقها ما نعرفوش عليها. هذا علاش يدل؟ هذا يبصم بالعشرة بأنه ما فماش جدية، ما فماش جدية منذ فتح الأبحاث سواء الجزائر العدلية أو الجزائر العسكرية. الناس الكل بدون استثناء، ونتحمل مسؤوليتي في كلامي، الناس الكل تستنى في التعليمات والناس الكل تتحرك وفق التعليمات، فما حد شيء فما حد شيء. يعني ماشي بالهم أهل القرار في هذه البلاد سواء الحكومة الحالية أو الحكومات التي سبقتها، حكومة سيئي الذكر السبسي أو الغنوشي، ماشي بالهم اللي الفلوس باش كعك باش يطير جوع أم الشهيد وبو الشهيد وخلان الشهيد وأصدقاء الشهيد وذوي الشهيد. أخطأوا المرمى، أخطأوا المرمى. إيش معناها؟ معناتها دم الشهيد راهو ما يتكلمش بالفلوس، راهو ماهوش أصل تجاري باش نبيعوا ونشريوا فيه، راهو كي قلنا من الأول المحاسبة مناش نلعبوا مناش نفدلكوا، راهو هذا كما طلبنا، هذا كما طلبنا. خاطر لولا دم الشهيد سرعة الحرية اللي عايشين بها تو مستحيل نتمتعوا بها، ورانا تو حمص اثنين وحمص ثلاثة ورانا تو في فلوجة أخرى، ورانا تو في نعانيه من نير الدكتاتورية. إذا على الأقل شوية خجل وشوية حياء، شوية خجل وشوية حياء. العباد هذوما اللي بعثوا فينا الحياة من جديد بعد خالقهم نصفوهم نصفوهم. راهو عيب عيب نتنكروا دم الشهيد. وكيفاش نتنكروا؟ إذا كان والله يجيونا أهل القرار في البلاد هذه يقولوا والله نحن توخينا الجدية الكافية في الأبحاث الجزائية وفي الأبحاث الإدارية، وسبحان الله يبدو أن القتلة جايين من كوكب آخر من طينة بشرية أخرى. نعطيك وذني، أما تستبليهنا وتقولولنا ما عرفناش، وانت حتى وزير داخلية من تجرأ وعمل بحث إداري على مستوى تحديد مسؤوليات صلب وزارته، علما وأنه متيقن بأنه 90% من القتلة هم متنفذون صلب وزارته إلى الآن. حتى مسؤول سامي في البلاد هذه ما كرس مطلب المحاسبة وما كرس هدف المحاسبة كلبنة أساسية من لبنات العدالة الانتقالية صلب الواقع. حتى واحد كلهم خذوا الشهيد أم الشهيد وعائلة الشهيد يا فيطاء انتخابية، واليوم الناس كلها طاوا بالظهر وانتم على بينة وعلى دراية مما وقع في عسكرية الكاف، على بينة من تلك الإهانة الموصوفة اللي تعرضت لها عائلات الشهداء ومحاميهم. طرد موصوف، طردونا من قاعة الجلسة، انتهت مرحلة الطلبات التحذيرية، هلموا رافعوا هلموا قدموا طلباتكم. أنا قلتها ونعودها ونتحمل مسؤوليتي فيها، لسنا طلاب أموال ولسنا طلاب تعويضات، نحن طلاب حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه. والذي تسول له نفسه بأنه أم الشهيد سوف نكمم لها فمها بتلك التعويضات المليونية، أقول له للأسف لقد أخطأت. رانا حرار، رانا حرار، والحرة تجوع ولا تأكل ثديها. ما يلزمنا نسميه الأسماء بمسمياتها. اليوم عاطينا ملف في 23 بواد درشير في قضية من القضايا المشهورة قدام عسكرية تونس، ويقولون فيكم أربع جلسات باش تحضروا رواحكم وباش تحدوا المسؤوليات وباش تقولوا فلان شكون قتلوا وباش تأسوا الركن الإسناد وباش 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 وباش، وهما وثيقة وثيقة. قاضي التحقيق العسكري عنده شهور يراسل في وزارة الداخلية طالب وثيقة، أعطيونا رصد في الأعيرة وأعطيونا رصد في التشكيلات الأمنية الموجودة في البلاصة الفلانية والبلاصة الفلانية.
لا من مجيب، لا من مجيب. تلك الوزارة، تلك الدولة داخل الدولة اللي مازالوا أباطرة بن علي التو يحكموا فيها، ومازالوا ببارونات الفساد التو يتمعشوا منها ومن وثائقها. كلهم راضين، كلهم راضين المحاسبة، هم رفعوا شعار نقباتهم التي ولدت على حين غرة بعيد الثورة، قالوا رفعوا شعار نحن أبرياء من دماء الشهداء، كرسون هذه البراءة أرض الواقع، لا تتستروا على المجرمين. المجرمين اليوم عاملين فيها أسيادكم، ولكن ما همش أسيادنا، خاطر نحن لا نخاف، قلناها بالصوت العالي، نحن لا نخاف، لم نخاف من قبل. فما أدراك اليوم الشارع الكل ورانا، وشارع الكل مصطفى وراء أم الشهيد وراء أخو الشهيد وراء أبو الشهيد، خاطر يعرفوا أنه كرامته وحريته التي افتكها بعد طول انتظار فضل كبير يعود فيها لأم الشهيد وللشهيد ودم الشهيد. اليوم رسالة قصيرة أنا أبرق بها إلى ثلاثة أطراف. الطرف الأول وزارة الداخلية وباروناتها الأجلاء، أقول لهم بأنه قوس فتحناه في المحاسبة ولن نغلقه حتى نطهر تلك الوزارة بأكملها، بأعمدتها، بملفاتها، ببارونات فسادها، لن نتراجع. ودي الغيث يهبط اليوم، هكا شفتوا ما صار للمدير العام الأمن الوطني ياسين التايب، ذلك الذي أنقذ، أقول جيدا أنقذ وأتحمل مسؤوليتي في كلامي، أنقذ من الزجبه في تتبعات جزائية أمام عسكري الكاف، لست أدري لماذا، ولكن جميع الوثائق تثبت بأنه مسؤول عن القتل في القصرين، وتثبت بأنه منسق بامتياز وبأنه محرر المنظومة الأمنية التي قتل بها أبنائنا في تالا والقصرين وتجروين والقروان. نفس الشيء الجهة الثانية، أقول سيد الكريم لماسكي القرار في هذه البلاد، ماسكي القرار المنتخبون، ونحن نتشرف بكل شخص اعتلى دفة الحكم وهو منتخب وهو مستند إلى شرعية شعبية، أقول له، لن أقول حذاري، ولكن أقول لهم مهلا مهلا، نعطوكم الوقت الكافي، ولكن نحن في حاجة، في أمس الحاجة إلى مؤشرات تعطينا الضمان وتعطينا الدليل على صدق أقوالكم وتعطينا الدليل على شفافية مسعاكم. طرحتم شعار المحاسبة، ولن أتحدث طويلا في ذلك الذي يقول أو أولئك الذين يتبجحون بأنهم ليسوا مستعدين بالتضحية بمقدرات الشعب وبمصالح الشعب أمام ملف تسليم مجرم الحرب بن علي، ولكن على الأقل نقول له هذاك عنده رجال توجيبه، بن علي سوف يأتي، باعتباره أنه حتى قانونيا حتى تقنيا حتى عمليا بن علي حلقة ضرورية في ملفات قضايا الشهداء، ولكن فماش كان بن علي، ما فماش كان بن علي. ذلك الذي يعقد صفقة مع وزارة الداخلية هديونا الوضع مغادي أتوا نسلكوا لكم أموركم مع عائلات الشهداء ومع القضايا العسكرية، هذاك أخطأ المرمى. أنا خاطر يعرف بأنه دم الشهيد ما هوش أصل تجاري للبيع والشراء، ما هوش أصل تجاري، وبعمره ما كان أصل تجاري أصلا، عمره ما كان أصل تجاري. شكون حاول شكون عقد الصفقة هذه؟ صفقات عديدة، أنا ما عندي حتى خلاصة وحتى مفهمة لما يحدث صلب وزارة الداخلية، يعني مراسلات مكوكية بين تقاضي تحقيق العسكري ووزارة الداخلية وبين الهيئة الجنائية العسكرية ووزارة الداخلية، أعطيونا المؤيد الفلاني، أعطيونا الوثيقة الفلانية، أعطيونا التسجيل الفلاني، ولا من مجيب. ما معنى هذا؟ عما يدل هذا؟ ألا يدل على إرادة حقيقية في طمس معالم الجريمة؟ ألا يدل على إرادة حقيقية في التستر على المجرمين وعلى القتلة؟ ألا يدل في إرادة حقيقية على خلق باب المحاسبة وطي صفحة المساءلات الجزائية؟ فما سؤال يفرض روحه أستاذ شرف الدين، من يحمي حاليا منصف العجيمي ياسين التايب عماد الدغار وأمثالهم؟ والله هو قوس أفتحه في علاقة بمنصف العجيمي، أنا بودي قلتها له سابقا وهنا مش عاود نقولها بالصوت العالي، ذلك الصوت الذي لم أملك في هذه الدنيا غيره ولن أتنازل عنه. أنا قلت لك ما نخافش، ومحامي عائلة شهداء ما خافوش، ولن يتراجعوا قيد أنملة عما رسموه منذ البداية المحاسبة. وإذا كان نحن طلبنا، ولنا الشرف بأن طلبنا من المحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بإيقافك،
لأنك خطر على هذه القضية، لأنك خطر على هذه القضية، لأنك جميع السلطات المادية والمعنوية قاعدة تمارسها على عوانك، لأنه لدينا بالدليل القاطع أنك وعوانك متمسكون بالإنكار تمسك رهيب، تمسك تاريخي. أقول له البطولات لا تملك ولا تكتسب هكذا، البطولات تكتسب بشيء من مصارحة هذا الشعب. صارحوا هذا الشعب وكفاكم ضحكا على ذقونه، راهو شعب ذكي، راهو شعب ذكي، شعب كنس في جرة قلم دكتاتور من دكتاتورات التاريخ العربي. اليوم ماهوش باش يكيدوا منصف العجيمي واتباع منصف العجيمي واسياد منصف العجيمي، هذا في علاقة بمنصف العجيمي. اما في علاقة بالاسمين الاخرين اللي ذكرتهم، انا ابشرهم خيرا باعتباره انه التتبعات الجزائية فتحت من جديد، واقول جيدا فتحت تحت ضغط الشارع، تحت ضغط الشارع اقول جيدا فتحت، لانه النيابة العسكرية اذا كان حبت تفتح راهي فتحت البحث التحقيقي الجزائي منذ قدوم ياسين التايب وعماد الدغار الى قاعة الجلسة وشهدوا زورا وكذبا وبهتانا، ولكنهم جاءوا شهدوا ادلوا بشهادة كاذبة مدلسة مزورة، ثم عادوا ابطال وخرجوا من قاعة الجلسة في ثوب الابطال، مثل ما خرج المنصف العشيمي والفينق المرافق له في ثوب الابطال. هذيك اهانة لنا نعم، ولكن نهان مرة، نهان اثنتين، نغدر مرة، نغدر مرتين، نهزم مرة، نهزم ثلاث، في الأخير ننتصر. نحن لا نخوض معارك خاسرة سيد الكريم، ولا نخوض إلا معركة شرعية عادلة، معركة منبثقة من قلوب ومن أفئدة أمهات شهداء الثورة. هذاك علاش نكسبوا، نحن متأكدين من نصرنا، متأكدين من نصرهم، ومتأكدين بأنه بسيجي اليوم ودموعهم تجف، بسيجي اليوم ودموعهم تكفكف. علاش؟ على خاطر الشهيد رقد في قبره وهو مطمئن، مطمئن على خاطر عرفنا شكون اللي قتله، وعلى خاطر حوسب من قتله، وعلى خاطر فسح المجال لأمه وبوه وذويه باش يسامحوا اللي قتلوا إن عنا لهم ذلك. ولكن باختصار حتى لا نطيل، نحن مناش ممارسي سياسة، ونحن أبناء هذا الشارع وأبناء هذا التراب وأبناء هذه الأرض، وهذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء لابد أن تينع فوقها أشجار الثورة اللي برش عباد، برش عباد داخلينها قلع جزر تو، صفقات وثوب جديد متاع فساد، وثوب جديد متاع دكتاتورية، وثوب جديد متاع تهميش مطالب شعبية، وما أدراك ما مطالب شعبية، وعلى رأسها مطلب محاسبة قتلة الشهداء. نقطة أخيرة بالله، في علاقة تو نسمع في ديسكور جديد للأسف الشديد بعض وسائل الإعلام ينزل قتل، مؤشر خطير جدا، تو تبدلت النغمة، ولو يحكيوا على شكون قال لكم الشهداء الكل شهداء، وشكون قال لكم الشهيد هذاك ما تقتلش وهو مشي يسرى، تو هذا كلام بربي، تو هذا كلام، يعني شهيد ما سلمش منكم حتى في قبره يا رسول الله. ثم نحن قلنا في جلساتنا، قلنا بأنه مفهوم الشهيد هو ماهوش مفهوم قانوني، هو مفهوم أخلاقي، هو مفهوم ديني، هو مفهوم حضاري. قتل نعطيك اذني، باهي هو مقتول، هو ضحية، هو هالك، سميه ما شئت، ما تحب تجبد له كلمة شهيد اجبدها له، ولكن ذلك لا يخول لك ولأسيادهم وأنهم ما يحاسبوش لقتلهم. ما فما حتى شريعة في العالم هذايا، لا وضعية ولا لاهوتية ولا دينية تشرع القتل، حتى شريعة ما تشرع القتل. من قتل بغير ذنب فليحاسب قاتله قبل من مر لك القوس متاع التعويض، ولك القوس للأسف الشديد سنقولوها التعويض اليوم يساوي شراء ذمة، وعائلة الشهيد اللي تقبل تعويض مالي مهما كان مقداره عنوان لدم ولدها فقد باعت القضية. اقبل أي نعم، هذاك ما هاشمزية لا منهم ولا من غيرهم ولا من الحكومات الراعية الساكبة للأموال، ولكن مسؤولية عائلات الشهداء أكبر منك. لا تفريط في الحق، لا تفريط في الحق، متمسكون بحبل المحاسبة إلى النهاية. ونحن هنا مثل ما قلت وأؤكد، نحن أبناء هذه الأرض، ونحن من سيزرع الأزراع الخضراء على هذه الأرض. شكرا. أقولها لساسة هذه البلاد، أقولها لبارونات بن علي في الداخلية، لم نخشاكم يوما ولن نخشاكم، ولن نتراجع قيد أنملة على حق الشهيد وحق عوائل الشهداء وحقوقنا نحن كمواطنين باش نعيشوا شامخين على هذه الأرض التي ما زال فيها ما يستحق.